قريب للعدائين باش يكونوا يعني باش نقربوا هذه المراكز ديال تكوين العدائين باش اننا نفكروا للمستقبل، لاننا الان هناك عده مراكز اللي تبنات في هذه السنوات، وعندنا عاوتاني برنامج ان شاء الله اللي كيقوم به الرئيس الجامعه الملكيه المغربيه لالعاب القوى باش اننا نوصلوا للنتائج التي نريدها للعدائين وتحقيق ارقام وكذلك توسيع قاعدة ألعاب القوى على الصعيد الوطني، وهذا الهم ديالنا لأننا كان الآن في اللي مستراه الجامعة أننا باش أننا تكون كل مدينة وقرية يكون هناك نادي وتكون نزيدوا في العدد ديال الممارسين. نعم، إذا شكرا سي خيري بالخير على تلبية الدعوة لسي خيري بالخير، أنه من الحسنات ديال سي خيري بالخير أنه رئيس العصبة أيضا عضو جامعي، وبالتالي سيعمل ما في جهده لا على المستوى المركزي ولا أيضا على مستوى الجهوي أنه ألعاب القوى في مدينة بركان في المنطقة الشرقية تزيد تكون التوهج أكثر بالنسبة للأبطال، خصوصا الأبطال الصاعدين الذين يحلمون بأن تكون للمغرب وأن يكون لمدينة بركان ممثل آخر من حجم هشام القروج يحقق ألقاب على المستوى العالمي وعلى المستوى الدولي. دائما مع السباق نصف الماراثون وأيضا 10 كيلومترات سباق، هناك قافلة أو المجموعة الأولى من 4 عدائين اللي هي تقود السباق حاليا. بالنسبة للعدائين الآن اللي قلنا كيقودوا السباق، فهناك دائما العداء يعني البحريني عباسي، هناك ثلاثة ديال الكينيين اللي هما معاه في المقدمة كيتنافسوا من أجل تحطيم واحد رقم قياسي ديال نصف ماراثون ديال مدينة بركان اللي هو ساعة ودقيقة 52 ثانية، وبالنسبة للرجال، وبالنسبة للنساء ساعة 11 13 ثانية. فكما سبق لي قلت فهم الآن يعني كما كتشوفوا في الصورة فهم متنافسين كل يعني للمنافسة الشريفة أنهم متعاونين على السباق، وكالتواجد ديال ثلاثة كينيين فهو كيشكل فعلا خطر على السي عباسي، ولكن عباسي معروف عليه انه دائما تبقى يعني وراء العدائين ولكن كيكون قوي في النهايه ديال السباق. فكما شفتوا فيعني المطاف هو مطاف جميل، العدائين انطلقوا من يعني من مدينه بركان اتجاه مدينه السعيديه، مناظر جميله، حدائق، اشجار ديال الليمون في كل المطاف، فداك الشيء جميل وجميل جدا، وهذا هو ما تيحبوا الان العدائين لا الهواة ولا يعني المحترفين على انهم يجريوا في واحد المطاف خالي من السيارات، خالي من جميع انواع يعني ديال لا سيركيلاسيون. فكنشكروا بهذه المناسبه كاع رجال ديال السلطه المحليه ديال اقليم بركان، وكذلك سيد الوالي ديال الجهه اللي هو كذلك موجود معنا هنا وتشجع الرياضه في الجهه الشرقيه. نعم، وتشيروا السي عبد القادر مو عزيز انه بالنسبه لهذا السباق الان اللي كيتزعم السباق هو البطل ويليام كيبور من كينيا المزداد سنه 1985 متبوعا برقم 9 اللي ايضا هو من كينيا رقم 9 سيلاس شيبوجيل، هذا هو اللي كيمشي في المركز الثاني، بينما في المركز الثالث المغربي الحسن العباسي هو الذي في المركز رقم 1 من مواليد 1984. اذا الحسن العباسي ضمن المجموعه اضافه الى رقم 4 اللي هو ابايان تيساي من اثيوبيا. اذا 4 متسابقين هم الان في المجموعه الاولى. كما ذكرنا حسن العباسي المغربي الاصل البحريني الجنسيه يدخل ضمن هذه المجموعه، يحاول وربما انه من التكتيك ان لا يكون سي معزيز من الاول انه ينتظر ويتبع الخطوات ديال الابطال الاخرين، خصوصا انه باقي الكيلومترات طويله، وبالتالي يجب الحفاظ على الطاقه حتى لا يكون هناك الكيلومترات الاخيره يكون مشكل في هذه الامطار. فهذا ما سبق لي ذكرت قبل، فعباسي يعني هو عداء كما قلت لك هو عداء لاول مره تشارك في الماراثون اولا، فهو عداء اختصاصي في 10,000، ولكن يعني لا كان يعني لا بقى في النهايه مع هاد العدائين، لان كما كتشوف جوج ديال العدائين كينيين متعاونين زائد الايثيوبي اللي تا هو
حدا عباسي، فبطبيعه الحال الا بقى عباسي الامطار الاخيره فاكيد انه هو اللي غادي يفوز وغادي يحقق واحد التوقيت جيد. فالمنافسه فهي كنت نقولوا شرسه من اجل تحقيق رقم قياسي اللي هو توا كذلك درنا له واحد التحفيز مالي باش هاد العدائين يتنافسوا وتكون يعني تكون يعني المنافسه في الاخير عندها واحد 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 يعني واحد جائزه. فكما كتشوفوا فالباركور جميل، الان هما داخلين وسط يعني اشجار ديال يعني الحدائق ديال المدينه ديال مدينه بركان ديال الليمون، فجميل وجميل جدا لانه عيناه مع يعني مع الناس اللي مكلفين باللوجيستيك، فهو مطاف جميل وجميل جدا. بالنسبه للان كما كتشوف عباسي الان خذا المقدمه لانه كما كتشوفوا الريفي تايمو فهي ممتازه جدا، لان هذه المسائل كلها ناقشناها مع الاخوان المنظمين والحمد لله كنشوفوها في الصور الجميله ديال نسمة غاطون ديال بركان وكل الظروف اللي ناقشناها واللي بغيناها تكون فهي كاينه. فالحمد لله يعني هذه كنسخه ثانيه وحنا واصلين لهذا المستوى هذا، فنسمة غاطون ديال مدينه بركان ان شاء الله يلحقوا واحد التوقيت جيد، فاكيد اننا ان شاء الله غادي يكون عندنا واحد تصنيف عالمي، وغدا تكون ان شاء الله استمراريه ديال هذا النصف ماغاطون اولا بالتعريف في المنطقه الشرقيه، لان المنطقه الشرقيه بكل صراحه انا كنا هنايا في 2013 نظرا لما تعيشه يعني يعيشه العالم من جانب اقتصادي ما حاولناش اننا نتمكنوا ننظموا الدوره الثانيه، ولكن الحمد لله الان كنشكروا بهذه المناسبه يعني كل المحتضرين ديالنا اللي هما وقفوا بجنابنا وعاونونا باش ننظموا الدوره الثانيه، واكيد ان شاء الله حتى هما كيقولوا بانه غادي نستمر خصني يستمر وحتى هما غيبقاو مستمر معنا باش هذا نصف ماغاطون ديال مدينه بركان وهذا المطاف الجميل اللي كيجريو فيه هاد العدائين يبقى يتجرى كل سنه. نعم، إذا كنظن عبد القادر بوعزيز أنه الآن كانت هناك نقطة الافتراق بين المتسابقين ديال نصف الماراثون وأيضا سباق 10 كيلومترات، الآن نتابع السباق ديال نصف الماراثون 21 كيلومتر بالنسبة لهؤلاء الأبطال، دائما أربعة متسابقين هم الذين يتزعمون إن شئنا القول أو يقودون القافلة، قافلة سباق الماراثون. يمكن أن نقول أن الأسماء المرشحة خلال هذه التظاهرة، ومعنا أيضا إضافة إلى الأخ عبد القادر معزيز البطل العالمي ومنظم السباق الأرز الشهير بمدينة أزر وإفران، إذا بالإضافة إلى ذلك معنا السي الحسين الكتابي وجه صحفي معروف هنا بمدينة بركان. إذا السي الكتابي كنظن أنه من الأشياء الجميلة أننا كنشاهدوا هذا السباق، هذا كنشاهدوا واحد الاحتفال، كنشاهدوا واحد الحركية في مدينة بركان طيلة هذا الأسبوع. نعم، اول وقبل كل شيء اشكر اذاعه قناه الدوزيم على مواكبتها كالعاده لاهم التظاهرات الرياضيه، وبالاخص كنشكر السي حسن الوجه الاعلامي البارز في الساحه الوطنيه. فكما قلت فعلا فمدينه بركان اكتست واحد الحله جديده واجتمعت فيها بعض الاطياف متعدده من مختلف المناطق ديال المغرب ديال الحديد، فكما شاهدت فجاءوا من كل فج عميق من العيون من الداخله لمتابعه هذا الماراثون الدولي في النسخه الثانيه اللي جمع بين اطراف ديال المواطنين من كل جيل للتعبير عن اولا الوحده ديال المغاربه امام الملك محمد السادس نصر الله في الدفاع عن قضيه الوحده الترابيه، وثانيا المستوى الثاني هو ترسيخ ثقافه ممارسه الرياضه باعتبار ان الرياضه رافعه للتنميه المستدامه. هذه التنميه المستدامه اللي كما كنشوفوا في مدينه بركان فهي اصبحت قبله قاطره لهذه العاب القوى وانجبت بطل العالمي هشام القروش. نعم، إذا هذا شيء أكيد، ودائما نشاهد النقل المباشر القناة الثانية لهذا الحدث الرياضي كما ذكرنا بإمكانية أكثر عن النسخة السابقة حتى يكون الحضور نقل التلفزيون في كل نقطة من هذا السباق على امتداد 21 كيلومتر وأكثر بالنسبة لنصف الماراثون، وأيضا سباق العشر كيلومترات الذي كما ذكرنا كان هناك الافتراق بين المتسابقين على مستوى هذا السباق وسباق الآخر حتى الآن 24 دقيقة. إذا إن تحدثنا عن الرقم القياسي، ما هو الرقم القياسي اللي كان في الدورة السابقة؟ وما هو الرقم الذي نطمح أن يكون هذا أو أن احتمال أن يكون خلال هذه المسابقة اليوم؟
فذكرت يعني ذكرت قبل التوقيت اللي هو محسن عليه العدائين سنة 2013 الدورة السابقة، فمن طبيعة الحال هو اللي هو بالنسبة للرجال ساعة ودقيقة و52 ثانية، وبالنسبة للنساء فهو ساعة و11 دقيقة و13 ثانية. فمن طبيعة الحال يعني طموحنا يعني كبير أننا إن شاء الله الحمد لله الظروف كما قلت قبل كلها متوفرة، العدائين متنافسين ويعني الباساج ديالهم دايزين بسرعة، فنتمنوا باش يبقى يعني الايقاع في هذا يعني في هذا الريتم يبقى في هذا الايقاع هذا، واكيد ان شاء الله غادي يكون عندنا رقم قياسي جديد. كما قلت قبل بان حفزناهم قلنا بانهم انا وسي هشام بالامس ان كاين واحد جائزه بالنسبه للركور، وقلنا لهم جائزه ماديه، فمن طبيعه الحال فهم عازمين كل عزم انهم يحطموا الرقم القياسي ديال السنه الماضيه. نعم، اذا تحتم الرقم القياسي اضافه الى المبالغ التي كانت مخصصه والجوائز المخصصه للابطال الذين سيفوزون خلال هذه التدورة على مستوى سباق 10 كيلومترات وايضا على مستوى نصف الماراثون الدولي. ايضا كان هناك تحفيز بالنسبه لمن سيحطم الرقم القياسي خلال التدور. لاباس نهضروا شويه على اننا درنا يعني بالانطلاقه ديال نصف ماراثون درنا واحد السباق كلاسيكي اللي هو سباق ديال 10 كيلومتر، ولكن حاولنا اننا نجيبوا واحد جوج ديال العدائين كينيين وواحد العداء كذلك اثيوبيا باش يشاركوا، باش المغاربه يعني المتواجدين اللي مشاركين في ال 10 كيلومتر هما يتنافسوا معاهم وتكون واحد المنافسه باش حتى ال 10 كيلومتر تكون عندها يعني كلمه ديالها في المستقبل، لانه ما يمكن الناس اللي قادين يجريوا 10 كيلومتر وكاين الناس اللي قادين يجريوا نصف ماراثون، فلا باس اننا درنا حتى العدائين ديالنا يمارسوا رياده العاب قوى وسباقات على الطريق انهم يجيو يتنافسوا مع عدائين دوليين، وحاولنا اننا نشاركوا معاهم واحد جوج عدائين كينيين واحد اثيوبيا بالنسبه للاناث. فالحمد لله لي باساج تاعهم دايزين مزيانين، والصوره هي امامكم كلهم غاديين بالنسبه للنساء المغربيات اللي متقدمين السباق، واكيد غادي تكون يعني الكلمه اليوم للمغاربه لا في 10 كيلومتر ولا نصف ماراثون. فدائما كما قلت لكم فهم العدائين كيمروا بواحد يعني بواحد المطاف، المطاف هو جميل، وحتى لي باساج ديالهم فهي غادا الحمد لله الحين الان وصلنا يعني قرب من 10 كيلومتر وعندنا 26 43، فاكيد ان هذا النهار هذا ان شاء الله غادي نحكموا واحد الرقم، وغادي يخلي يعني المنظمين ديال نصف ماراثون مدينه بركان كلهم يعني سعداء. وبهذه المناسبه كنشكروا كاع يعني المكونات وكاع الناس اللي كيخدموا رجال يعني اللي كيخدموا من الخلف، فهما ما يعني غير كنشكرهم جزيل الشكر، لان ما يمكنش حنا وحدنا ننظموا هذا السباق، ولكن كاين رجال الخفاء اللي هما خدامين لا من متطوعين ولا من اللي مكونين يعني للجيش ولا السلطه ولا كنشكرهم من هذا المنبر. نعم، ونتمنى ان شاء الله باش تكون فرحتنا جميع. نعم، اذا عبد القادر انه من خلال النقطه الكيلومتر اللي كنشوفوا الان من خلال الصوره اللي عندنا على المسار ديال السباق، اذا 27 دقيقه واش يمكن نقولوا اننا غادي في اتجاه انه يكون رقم قياسي ان شاء الله على مستوى هذه التضاوره. وفهم هما الان كما قلت كيقتربوا من 10 كيلومتر ب 27 دابا 40، الى دازوا لنا بواحد يعني 28 40 ولا هذا، فاكيد ان غادي تكون عليهم، لان المطاف فهو في 10 كيلومتر الاولى كتطلع شي شويه، ولكن في 10 كيلومتر الاخيره فهي جايه هابطه شي شويه، وهذا اكيد انه ان ان ان, أن, أن انه غادي ان شاء الله يحققوا. الان كيقترب يعني العداء ديال 10 كيلومتر، 10 كيلومتر ديال العداء 28 08 لحد باقي ما كملش العداء، فهو الان قريب من خط الوصول، ولكن هذا تيبين بان الحمد لله السباق كله ككل. اذا عبد القادر بوعزيز كدور انه وصول اول متسابق يصير عماري، اننا يمكن نشاهدوا الصوره ديال اول متسابق يصير على مستوى 10 كيلومترات لنقطه النهايه. هناك جوج عدائين ثلاثه، اذا الان كاين عداء مغربي اللي هو المرتبه الثالثه. بعد قليل يمكن نتابعوا الوصول السي العمري، وبعد ذلك نواصل المتابعه ديال نصف الماراثون الدولي. اذا وصول الى محطه النهايه، اذا يمكن ان نشاهد هذا الوصول، نتابع وصول البطل الذي يفوز بهذا السباق. اذا سباق الماراثون الدولي، اذا الفائز بهذا السباق كيني الابطال العدائين اللي يشاركون هذا السباق، اذا
إيريك تيروب من كينيا هو اللي فاز بسباق 10 كيلومترات ومتبوعا بأموس كيبورنو. إذا كيبورنو هو اللي فاز بالمركز الثاني. إذا أول وصول إذا 10 كيلومترات سنتعرف هل حطموا الرقم القياسي أم لا، ذلك سنتعرف عليه بعد قليل. إذا بالنسبة للأبطال المغاربة اللي غادي يوصلوا في هذا السباق، أيضا المغاربة أيضا كانوا حاضرين على مستوى المقدمة في هذه التظاهرة للواصلة بعد ذلك في انتظار وصول الأبطال الآخرين على مستوى سباق 10 كيلومترات. نبقى مع السباق الأصلي، سباق نصف الماراثون الدولي لمدينة بركان، سباق كما ذكرنا يعرف مشاركة العديد من الدول، 10 دول إفريقية جاءت للمشاركة في هذه التظاهرة مع رغبة أو مع احتمال أن يكون هناك دول أخرى خلال المواعيد المقبلة من هذا النصف الماراثون حتى يصبح هذا الموعد كما ذكرنا إفريقيا بامتياز. هو ليس احتفالا بمدينة بركان فقط ولكن بالمنطقة الشرقية، الرياضة بالمنطقة الشرقية، وكنظن أنه كانت تغطية صحفية كبيرة سي الحسين الكتابي لهذا التظاهرة خلال الايام، تظاهرة كبيرة خلال الايام التي مضت وايضا خلال النهاية. نعم فسي حسن، فهذا العرس هذا حج اليه عدد هائل من الصحفيين الذين واكبوا هذا الحدث الرياضي. فبعد ندوة صحفية اللي عقدت بمدينة الدار البيضاء في الاسبوع الفارط، عقدت كذلك ندوة هنا قبيل انطلاق هذا المهرجان، وحج اليه الصحافة الجهوية وكذلك المحلية، واللي نهز العدد ديالها حوالي 100 صحفي من المنطقة الشرقية وكذلك من مدن مختلفة من منابر إعلامية وطنية ودولية كذلك، اللي كتواكب هذا الحدث الرياضي بامتياز واللي كينظمو البطل العالمي هشام القروش. نعم، إذا سي معزيز دائما في متابعتنا ل 10 كيلومترات كنظن أننا تعرفنا على الأسماء اللي جات اللي وصلت في انتظار النتائج الرسمية وتعرفوا واش كانت أرقام أو لا الأسماء اللي وصلت واش كانت هي الأسماء المنتظرة خلال التظاهر هذه. فمن طبيعة الحال الأسماء اللي كما قلت لكم قبل، فجبنا جوج ديال العدائين الكينيين شاركناهم مع العدائين المغاربة، من طبيعة الحال هما اللي الآن كيتوفقوا، بالإضافة إلى العدائين المغاربة اللي دخل في المرتبة الثالثة والرابعة إلى آخره. ف يعني هذا ما بغينا، يعني خصنا يعني دائما التواجد ديال جوج العدائين في سباقات ديال 10 كيلومتر مثلا في كاع السباقات ديال المغرب، باش تكون منافسة يعني شريفة ويكون يعني تكون يعني واحد بحال واحد انتيست بالنسبة للعدائين اللي هما كيترينيو واحد المدة وداك الشيء. فخص لازم واحد النهار يكون عنده انتيست باش يعرف المستوى ديالو فين وصل. هذا فعلا على الصورة، فهناك عباسي الآن اللي خدا المبادرة، وكما قلت لك فبالامس هضرنا معاه، هو عازم كل العزم انه يفوز هذا النهار هذا بالنسبه للماراثون ديال مدينه بركان، وداك الشيء علاش عطيناه رقم واحد، لانه ال 10 كيلومتر ديال اللي دار في المدينه الضربية ديال مدينه ديال الاسطى فهي كانت سريعه وسريعه جدا، فهو عداء سريع في ال 10 كيلومتر، ولكن اليوم غيدير الكلمه ديالو في نصف الماراثون ديال مدينه بركان. نعم، اذا نواصل المتابعه دائما لنصف الماراثون مدينه بركان. الان البطل العالمي حسن العباسي هو الذي اصبح منفردا بالزعامه على مستوى نصف الماراثون بعد ان تجاوز الابطال الكينيين، واصبح اذا الان كنشاهدوا على مستوى الاناث وصول 10 كيلومترات. ان امكن السي العماري ان تشاهدوا 10 كيلومترات بالنسبه للنساء الاناث، الوصول الان في هذه اللحظه بالنسبه لمجموعه من البطلات اللي غنتعرفوا على الاسماء ديالهم بعد الوصول، من هي الاولى، لانه واحد السباق اللي هو شاهدنا انهم ربما كانت السرعه النهائيه شاهدنا واحد كان هناك تنافس كبير. سي حسن اللي فاز كانت العداء الكينيه زائد العداء حسناوي اللي هي من مدينه ازرو، هي عداء قويه وكتنتمي لفريق الجيش الملكي، فهي خسرت يعني مع هذا العداء حتى النهايه، وهذا هو التنافس، لانه كنجيبوا يعني شركنا واحد العداء كينيه باش تنافس معاهم ونكون هذه الفرجه هذه اللي شفنا انهم بقاو حتى الخط ديال النهايه، عاد يعني عرفنا شكون اللي ربح هذا السباق هذا. اذا سي الكتابي انت كتغطي لهذا الحدث، كنظن انه كتشاهدوا كل المسارات انت لابن بركان، المسارات والمناطق اللي خصها تعرف المشاهد انها كنشاهدوها الان. نعم كما قلت سي حسن، فهذا الماراثون له عده ابداع
أبعد منها البعد التسويق، تسويق المنطقة. فالمدار يمر في بساتين وفي حقول ديال مناظر طبيعية، فهاد الخاصية هذه ديال هذا الماراثون فهو خاصية ينفرد بها على الصعيد العالمي، بحيث أن هناك بعض من الطواف ديال هذا الماراثون سواء على 10 كيلومتر أو نصف الماراثون كيمر في الحقول ديال مدينة بركان، وكذلك كيمر من القرب من المنطقة الفلاحية أغروبول. هاد أغروبول هي اللي غادي اللي عزات المشهد الاقتصادي ديال المنطقة، وهاد هاد هاد الماراثون هاد الماراثون كيهدف الى التعريف بالمنطقة اقتصاديا سياحيا واجتماعيا، بحيث ان المنطقة ديال بني زنزان كتنوع فيها المواقع السياحية من البحر وكذلك من الحقول والسهول الى الجبال، جبال بني زنزان والمنطقة الخلفية للسياحة بمنطقة اهل بني زنزان. فهذا المنظمون سعوا من خلال هذا المهرجان الى اهداف عامة جدا، اهداف ديال التنمية بمختلف تمظهراتها. نعم، اذا شكرا السي الحسين الكتابي اللي كنتي معنا، انت صحفي هنا بمدينة بركان وتابعتي عن قرب هذا الحدث الرياضي. السي الحسين الكتابي شكرا لك. اذا نواصل دائما الحدث وصول المتسابقين. اذا الان السي بوعزيز كتشاهدوا هذا العباسي غادي بوحده مرتاح في هذا السباق هذا. كما قلت لك فعباسي يعني مدرب يعني هذه السنة هذه بواحد الشكل جيد. فالسباق اللي دار في 10 كيلومتر ديال اسطافة هي خلات ان هذا الاداء هذا اليوم يكون يعني في رجليه، يعني رجليه طايرين. فبالامس يعني بالحديث ديالي معاه فهو يعني كما قلت عازم كل العزم انه هذا النهار، لان هذا هو اول نصف ماراثون ديالو كياخذه، وهو غادي ان شاء الله في المستقبل غادي يكون عداء يعني على خلال البرنامج ديالو وعلى خلال البروغرام ديالو، فهو عداء اللي غادي من بعد يدير الماراثون. فهو الان خذ المبادره بعد على العداء الكينيين، اذا هذا كيدل بان كل ما قال بالامس فهو صحيح، هو عداء قوي بكل المعايير. واش بقيت معايا سي معزيز انت اللي خبير في شؤون الماراثون؟ فبطبيعه الحال الان هو فات ال 10 كيلومتر غادي يعني باش يقرب باش يوصل ما بين 12 13 كيلومتر، فما بقى والو 7 كيلومتر ولا 6 كيلومتر اللي بقات للنهايه. فاكيد ومن بعد ما غياخذ الطريق ديال اللي جايه راجعه البركان، فهي الطريق اللي هي بلا وسريعه، فغادي غادي غادي يعني يزيد شويه في الريتم لانه الباركور مساعده. فاكيد هو اللي غادي يفوز وغادي يحقق واحد التوقيت جيد. نعم، ونتمنوا ذلك، وانه كما شرنا انه الحسن العباسي اللي هو بطل المغرب مواليد 13 ابريل 1984 هو من جنسيه بحريه لكن الاصل مغربي، وسبق لي شارك في العديد من التظاهرات هنا على المستوى الوطني. معنا ايضا سي عبد الكريم مهدي اللي هو عضو ديال الاتحاد العام للمقاولات المغرب الجهه الشرقيه. سي عبد الكريم مرحبا بك. كنظن انه من هذه التظاهرات من هذا الحجم الرياضيه ما يمكن الا تكون وتساهم في تطوير المنطقه بصفه عامه. بدوري كنشكركم على الحضور ديالكم، وكيف قلتي هذا حفل رياضي دولي، حفل رياضي دولي اللي كيعطي لمدينة بركان واحد مكانة دولية في واحد السباق اللي هو الماراثون، نصف الماراثون. وهذه بادرة، وحنا كنشكروا الرئيس ديال الجمعية السي العداء الدولي السي هشام القروج، واللي كاين واحد الحضور وازن ديال المجتمع المدني، ديال السلطات المحلية، ديال المنتخبين، وديال البطلة العالمية اللي هي نواة المتوكل. فهذا فخر للمنطقة الشرقية، والمنطقة الشرقية اللي عطات أبطال اليوم منهم السي هشام القروج، وغتعطي إن شاء الله أبطال. وهذا هذه هي لا بيبينيير اللي غادي نبداو بها، هذه النواة اللي غادي يمكن لها تخلق لنا واحد الديناميكية رياضية في المنطقة، والناس غادي يبداو ينخرطوا في هذا الماراثون، وغادي يحاولوا يدخلوا في هذا النطاق اللي هو مزيان، لانك كتعرفوا الرياضه للمنطقه مهمه، لانك كتعلم التباري، كتعلم التنافسيه، كتعلم الوصول للهدف، وهذا الشيء محتاج المنطقه الشرقيه حتى في اطار المقاوله، لاننا كنمثل المقاولات الشرقيه. نعم، اذا انت عضو ديال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اذا كنظن انه الرياضه ايضا جزء من واحد الفعل اللي كيساهم في انه الرياضه تكون في واحد تعطي كما قلت انه الانسان يوصل الاهداف ديالو على مستوى اليومي، ماشي فقط على مستوى الرياضي. ولكن حتى نسبه ديال الرياضه هو اللي كيعاون الشباب وكيعطي النواه الصغيره، فكتربى في الاجيال، كتربى
ربما في الاجيال هاد العزم هذا وهاد لا فولونتي باش كيولي الانسان كاين خارط انه خصو التباري وخصو التنافسيه وخصو يوصل، والجيل المغربي محتاج لهذا الشيء، والمغرب محتاج لهذه القوات ديالو، ومحتاج للشباب ديالو، محتاج للرياضه ديالو، لان حتى الرياضه حتى هي راه مقاوله، وحتى الرياضه حتى هي راه استثمار. كاين شي مقاوله اكثر. راك متفق معك السي مهدي انه الان الرياضه اصبحت جزء من واحد الفعل رياضي، لانه الان استثمارات كبرى التي اصبحت تاخذها الرياضه. سابقا الابناء كانت الرياضه واحد الجزء كيعتبرها مضيعا للوقت، الان كل اباء الان يساعدون ابنائهم على ممارسه الرياضه لانها اصبحت واحد الفعل اقتصادي مهم يوصل الاهداف ويحقق ايضا من خلاله الانسان واحد الجزء من التنميه الذاتيه ديالو على مستوى الحياه اليوميه. دائما العباسي هو الذي يتصدر الترتيب. اذا سي مهدي، انتوا مع الاتحاد مقاوله المغرب الجهه الشرقيه، واش غيكون دعم دائم لهذا التدور حتى تصبح واحد الموعد رسمي قار على مستوى الافريقي وتكون واحد الحدث اللي يمكن يكون عنده واحد ليلون كبير دوليا؟ كيف جاء في الخطاب ديال سي قروش، فكنظن الان الماراثون السيمي ماراثون ديال بركان غادي يكون موعد دولي، موعد افريقي، وغيكون ليه الدعم، كل الدعم، وحنا كاتحاد عام مقاومه المغرب غادي ندعمه، لان كيف قلت لك راه داخل في واحد استراتيجيه اللي هي شامله، استراتيجيه ديال الاستثمار، ديال الرياضه، ديال الشباب، ديال اللي كاين واحد الهيكله، واحد النموذج التنموي ديال المنطقه الشرقيه اللي خصو يدخل الرياضه كرافعه مهمه في المنطقه وفي النمو ديال المنطقه الشرقيه. اذا السي مهدي، كنظن السي عبد الكريم مهدي اللي هو عضو ديال اتحاد المقاولات المغرب على المنطقه الشرقيه، خطاب بطبيعه الحال لا نتحدث والو، شجاع العمل اللي كيهتم بالرياضه وكيعتبرها رافعه ضمن وسائل اخرى في المنطقه على مستوى المغرب اللي باش تحقق النماء العام والنماء الشخصي ديال الافراد العاديين ايضا من خلال الرياضه وبها. اذا شكرا لك السي مهدي. شكرا لك، ونتمنى لكم التوفيق دائما. شكرا لكم. اذا نواصل السي عبد القادر، كنظن انه الان واش الان العباسي بلا كيكون بوحدو، واش ما كيطرش على محاوله تحتمل الرقم القياسي ديالو؟ يعني التواجد ديال عباسي، فعباسي كما قلت فهو اداء قوي ديال 10 كيلومتر، وهو عازم كل عزم انه يفوز، وكنشوفوا بانه الحمد لله غادي يعني في ايقاع جيد، باغي يعني كما تنقولوا احنا مازال اريز يعني، ويعني فيه ما يزيد، ولكن يعني نكونوا متاكدين لان هذا العداء اليوم عازم كل عزم انه يحقق لنا واحد توقيت ان شاء الله غادي يفرحنا جميعا. فهو عداء يعني محترف بكل ما معانيه، انه عداء اللي دائما كيتدرب بمدينه افران، عداء اللي ما كيضيعش الوقت، وهذا هو اللي محتاجينه الان في العاب القوى، لان كنشوفوا خصاص في عدم تواجد عدائين كيشاركوا كيمثلوا البلاد ديالنا في المحافل الدوليه. فمن طبيعه الحال لازم يعني كل عداء محترف بمعنى الكلمه، ويكون كيحترم يعني المواقيت ديال التدريب ديالو، الوقت ديال الراحه ديالو. واكيد المغاربه بعد ما كانوا يعني ابطال كثار، فاكيد ان المراه المغربيه والده كذلك عدائين اخرين، فلازم يعني ناخذوا بيديهم ونعاونوهم ونوجههم احسن توجيه، واكيد غادي يرجعوا ترجع العاب القوى اللي هي ام الرياضات الى 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 اوج جهه، الى الى وكذلك الى تمثيلها المغرب عن صعيد الدور. لفئه الاناث والذكور نتعرف على الفائزين خلالهما. اذا ايريك تيغوب هو الذي فاز على مستوى الذكور من كينيا، متبوعا بكيني اخر اموس كيبرونو، بالاضافه الى المغربي كمال يوسف الذي جاء ثالثا، في حين كولا محمد ايضا من المغرب جاء في المركز